يعني زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة ان كلنا تقريبا اكلنا 20,000 كالوري من اول العيد لغاية دلوقتي، فناس كتيرة بتاكل كحك وبيتي فور وبيتغدوا رنجة واسماك مملحة، وده طبعا بيكون سبب كبير في زيادة الوزن غير الزيادة اللي زدناها بالفعل في رمضان. ازاي ناكل في العيد من غير ما نتخن؟ سامحني يا رب على السؤال ده، يعني سؤال طبعا مش منطقي وصعب جدا، وسؤال وجودي كل عيد بنسأله لنفسنا. ايه الطريقة الصحيحة لأكل الكحك والرنجة والأكلات الجميلة اللي في العيد؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من دكتور مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل محمد وفتنت، وحشتوني وعيشتي قوي، كان نفسنا تكوني معانا. كل سنة وأنتي طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. معلش إن شاء الله نعوضها بإذن الله بعد العيد. إن شاء الله. السؤال منطقي يا دكتور، هل ممكن ناكل بسكوت وكحك من غير ما نزيد في الوزن؟ بصراحة احنا ممكن ناكل كل حاجة من غير ما نزيد في الوزن. هي الفكرة بس المعادلة البسيطة بتبقى تملي في الكميات وفي تنظيم الوجبات في اليوم. احنا عندنا بنستهلك الأكل بكميات كبيرة، وده اللي بيتخنى في رمضان أو في العيد أو في الفطيخ ورنجة أو في الصيف أو في كل الحاجات دي. الاعتدال هو بيبقى الحل. هاكل امتى؟ هاكل قد ايه؟ هاكل ازاي؟ الحاجات دي بتفرق جدا. مش هنقول للناس بقى كله كحك دايت وما تحطوش سكر والكلام اللي في اصلا حاجه اسمها كحك دايت يا دكتور؟ في الصراحه في كحك بسعرات اقل وبمكونات صحيه اكتر، زي دي الشوفان، زي دي اللوز، من غير سكر، بيبقى بسكر ستيفيا. ففي حاجات فعلا بتبقى سعراتها اقل وصحيه اكتر، مش كميه الدقيق والسكر الابيض. طبعا احنا بنحب الحاجات التقليديه البسيطه اللي متعودين عليها من زمان، والبيتي فور والغريبه الطبيعيه اللي بالسمنه وكده، مش مشكله خالص على فكره. طب خليني اسالك السؤال بالعكس، ايه اللي سعراته الحراريه اعلى؟ يعني هل هو الكحك، البسكوت، الغريبه، البيتي فور، ايه هو؟ الكحك طبعا متصدر القائمه. اوكي. بعد كده بيجي بعده ايه؟ بعد كده بيجي بعده البيتي فور، وبعدين الغريبه، واقل حاجه البسكوت اللي بنحبه كلنا الشاي بلبن. بس حضرتك صلحت بس فكرته انه بيتاكل منه كتير. صح. بس صلحت لنا معلومه، ان انا فاكر مثلا ان الغريبه دي هي اكتر حاجه فيها سعرات اكتر من الكحك نفسه. لا لا لا، الغريبايه عشان حجمها بيبقى معقول، دي 150 سعر. الكحكه في حدود 200 سعر، طبعا تعتمد حجمها قد ايه، معموله ازاي، ومحشيه ايه كمان. لان لما بتبقى محشيه مثلا مكسرات سعراتها بتزيد. الكحكه الواحده 200 سعر. تمام. الكحكه اللي هي العاديه الكبيره بتاعتنا، مش اللي طالعه موضه الصغننه، الكحك الطبيعي، الكحك اللي احنا متربيين عليه بتاع زمان ده. بالظبط كده، في حوالي 200 سعر. طب عايز اسالك يا دكتور دلوقتي، هل صح ان انا اول ما اصحى من النوم في العيد افطر على طول كحك وبسكوت وغريبه، ولا لازم افطر اي حاجه خفيفه وبعدين ابتدي اكل الاكلات الجميله دي بتاعت العيد؟ والله يا محمد ده سؤال تحفه، لان هي دي تملي بنقول الوقت والكميه. زي ما كنا بنقول في رمضان وبنقول في العيد وبنقول بصفه عامه، بدايه الاكل على معده فاضيه بسكريات او نشويات كتير، القصه بيبقى سهل جدا، وبتعلي الانسولين في الدم جدا، فبتساعد على تخزين الدهون اكتر وبتدوع طول اليوم. فهي اهم حاجه ان احنا ناكله، مش حكايه بعد فطار خفيف. صح، زي ما حضرتك قلت، فطار خفيف وفطار غني بالحاجات اللي تمنع السكر في الدم يرتفع بسرعه، زي البروتين وزي الخضروات. يعني مثلا لو كلنا حته جبنه مع شويه طماطم وخيار مع بيضتين مسلوقين، وكلنا بعديها، منها ان انا مش هاكل كميه كبيره لان معدتي بقت مليانه، ومنها اني هغلب شويه كميه السكر اللي موجوده، فهتمنع ان السكر يبقى عالي جدا فتطلع انسولين كتير. هي دي الفكره بس. طب احنا تملي بننصح ان احنا ناكل الحاجات زي الكحك وكده بعد الوجبات، طبعا نتجنب بالليل يعني بعد العشاء، وتبقى كميته معقوله. وانا طول ما انا شبعانه، يعني لو فكروا كده، لو كلت كحك بعد الغداء زي ما انا كلت اول ما اصحى، لا 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 طبعا مختلف اكيد، اللي شكله حلو ده اكيد لا، يعني ابقى شبعان شويه. طيب خليني اسالك سؤال تاني وهو موجود، يعني للاسف في ناس بتفطر كشري، يعني مش عارفه ازاي بس في ناس بتفطر كشري، هل ده كمان يعني مش يعني هو اكيد بيزود الوزن، بس يعني مش عارفه اقول لك ايه نقول لهم ايه؟ طيب يعني. طب انا هقول لك، هو الكشري بالنسبه لي عباره عن حاجتين، نشويات، بيضه من المكرونه والرز، وعدس. العدس بالنسبه لي فطار هايل على فكره، زي الفول بالظبط، نشويات معقده، بروتين نباتي، بيشبع جدا لان في كميه الياف عاليه. هي الفكره بقى في الايه؟ في كميه المكرونه والرز، لان الناس بتعمل كتير الكشري عباره عن عدس قليل، المكرونه والرز كتير،
تاني حاجه التقليه بقى اللي محطوطه. صحيح. وبعدين الثوم برضو الصبح على معده فاضيه بيكتب جدا في الهضم. هو انا ليا اصلا كام سعره حراريه يا دكتور في اليوم كله؟ والله وعلى حسب الوزن، بس احنا بنقول المتوسط بتاع الشخص الطبيعي 70 كيلو مثلا، على شويه اكتر، حوالي 2000 سعر حراري عشان نبقى لا بندخن ولا بنخس. اللي بيخس بنقلل له 500، واللي عايز يزيد بنزود له 500، لكن هو الافريج حوالي 2000 سعر حراري. طب دكتور، لو سيبنا بقى الكحك والغريبه والبسكوت ورحنا بقى للرنجه، دايما متعودين احنا كمصريين بعد شهر رمضان الاكله اول يوم العيد بتبقى رنجه وفسيخ والاكلات اللطيفه اللي احنا يعني بنكون محرومين منها طوال شهر رمضان الكريم. التعامل الصحيح مع الرنجه والفسيخ ازاي؟ طيب خلينا، ده برضو موضوع مهم جدا، خلينا نقول نمره واحد الاعتدال، نمره اثنين ودي مهمه جدا المصدر اللي بشتري منه بالذات الفسيخ. طب احنا عارفين الفسيخ طبعا بيبقى عامل مشاكل كتير، وبيبقى فيه زي لو في تسمم، التسمم منه بيبقى شويه يعني قوي. نوع البكتيريا البوتوليزم اللي فيه بيبقى فعلا يعني قويه جدا، ممكن تؤدي للوفاه. فالمصدر اللي بشتري منه مهم جدا، تخزينه كمان مهم، يعني بنقول الفسيخ بالذات عشان نضمن سلامته ممكن نحطه في الفريزر 48 ساعه بيقضي على اي ميكروب موجود. نقع الحاجه في خل وليمون كويس جدا، ممكن نقعها كمان قبلها بيوم، خل وليمون وبعدين نرميه وبعدين نبتدي نحط زيت وخل وليمون تاني. طريقه شوي الرنجه مهمه جدا كمان. كنت لسه عايزه اسالك، يعني احسن ان احنا اصلا نشويها ولا ناكلها من غير ما نحطها على النار؟ والله دلوقتي في نوعين في الاسواق، في السمكه اللي هي اللي على بعضها دي اللي بنضطر نشويها عشان نطلع الجلد، طبعا ناخد بالنا ان الجلد بتاع الرنج يبقى ناعم، يبقى لونها فريش من جوه، لونها البني الاحمر الفاتح، ما يبقاش لونها غامق، ما يبقاش في ريحه نفاذه في الفسيخ او في الرنجه، لان ده دليل ان هي مش طازه او انها متخزنه غلط. فدي حاجات مهمه جدا ناخد بالنا منها. الرنجه ممكن بقى تتعمل بفويل وتتحط في الفرن على فكره. دي بتمنع ان يطلع، ما بحطها دايركت على النار البروتين. طب هي كده مش بتخسر الاوميجا 3 منها؟ لا مش بتخسر الاوميجا 3، الاوميجا 3 نوع من انواع الدهون الصحيه اللي موجوده ما بتخسروش، بس ايه البروتين بنعرضه لدرجه حراره عاليه سواء لحمه على فكره او رنجه، بتطلع مواد اسمها الكيروسايكليك امينز، دي حاجات زي السموم بتطلع في الجسم. بس في دكتور، في دكتور ناس في ناس بيقولها دكتور ان لما بشوي الرنجه ده بيزود ملوحتها، ده غلط طبعا للناس المصابين مثلا بارتفاع ضغط الدم، هل المعلومه دي صحيحه علميا ان شوي الرنجه او شوي الاسماك المملحه والمجففه ده بيزود من درجه الملوحه الخاصه بيها؟ لا هي جواها كده كده كميه الملح، هي بتظهرها اكتر بس في الطعم، لكن كميه الملح مش هتزيد لو انا ما ضفتش ملح. وزي ما حضرتك قلت امراض الكلى والقلب والضغط والحوامل والمرضعات ممنوعين اصلا ان هم ياكلوا الاثنين بالظبط خالص، سواء الفسيخ او الرنج. حتى لو كميات قليله مثلا، يعني ممكن الرنجة تتاكل بكميات قليله، الفسيخ ممنوع خالص خالص على فكره يعني. طيب على فكره برضه عشان اطمن الناس، عشان مش كل حاجه ممنوعه غلط، الفسيخ والرنجه مفيدين جدا، عاليين جدا بالبروتين، عاليين جدا بالاوميجا 3 زي ما الدكتوره قالت، فما بناكلهم بكميات معتدله من غير ما ندي كميه ملوحه كبيره، ومحضرينهم صح، نعينهم مظبوط، فمنعين ان يبقى في اي تلوث، هم مفيدين زي السمك. تمام. ومليانين فوسفور، مليانين ايدين، فهم مفيدين جدا كمان لو كلناهم بكميات معقوله متحضرين بطريقه صحيه. طب بسرعه جدا جدا اعمل ايه عشان الحق نفسي لو انا النهارده يعني خلاص العيد بقى امبارح اكلت بقى كحك كتير ورنجه كتير، اعمل ايه النهارده عشان الحق نفسي او ما تبقى من العيد؟ طيب ده سؤال مهم جدا، انا تمني بقول عندنا اجازه حلوه قوي قوي في العيد. نبتدي نعمل رياضه، الناس بتخاف من كلمه رياضه، رياضه يعني مشي بس، انا مش عايزه جيم، مش عايزه ارفع حديد، نمشي كل يوم من نص ساعه لساعه. اللي مش قادر ينزل يتحرك في البيت بس يعمل وقت، مش يتحرك يروح يجيب طبق عشان يحط فيه كحك، يتحرك يعمل حركه مستمره لمده 30 دقيقه على الاقل، نشرب ميه كويس قوي يا جماعه، طالعين من رمضان اغلب الناس ما كانوش لاحقين يشربوا ميه، بيناموا بدري، الجو ما كانش حر قوي، الميه مهمه جدا جدا جدا. تقليل شويه بقى، يعني انا بشوف خلاص كلنا كحك وكلنا رنجه وكلنا في رمضان حلويات كثيره جدا، ممكن خلاص اللي عنده كحك بقى يوزعه، كفايه كحك وبسكوت والحاجات دي. يعني لا ممكن ندي اكسبشن النهارده، لسه تاني يوم العيد، فممكن ندي اكسبشن النهارده بالكميات والنصائح اللي قلنا عليها. ونبتدي نقلل شويه، اللي عايز ينزل بقى في الوزن يبتدي يقسم وجبته، 3 وجبات في اليوم بس.
نبتدي نقلل النشويات للنص، اللي كان بياكل رغيف ياكل نص، كان بياكل طبق رز مثلا يقسمه بالنص، ونتعشى من غير نشويات خالص. هنكتب كام يوم دول كمان يا رب يا رب في حياتنا العاديه. ما ينفعش نمد الاكسبشن ده لتالت ورابع يوم العيد ولا كفايه بس النهارده؟ يعني هو هيمد معانا اليوم الاثنين فخلينا. نشكرك يا دكتور مروه، كل سنه وانت طيبه، بنتمنى لك اجازه سعيده ومبسوطين بمداخلتك. كل شكر ليك دكتوره مروه نوح، استشاري التغذيه العلاجيه.